أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين قدام كل شاشة التلفزيون، كل سنة وأنتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوعدكم النهاردة يا جماعة إن إحنا هنشوف بجد حلقة مختلفة. الضيفة بتاعت النهاردة يا جماعة انترناشونال، جاية لنا من جبال الأرز، يعني قبل ما تيجي مصر غيرت عملة. ضيفتنا النهاردة يا جماعة قعدنا نقنعها، ده برنامج رامز حول العالم الجزء الثالث، رامز صور فين عشان تيجي تعلق لنا على الأحداث. قالت لنا شو هالحكي؟ أنا شوني من الظرف هاو ماتش؟ قلنا لها حاجة لذيذة وداخلين على رمضان وشوية فستق وحاجات وكده. المهم ضيفتنا جت النهاردة يا جماعة، احنا طبعا كلنا عارفين ان اي حد فينا لما بيتخض بيعمل كده وحاجات وجو كده. النهارده يا جماعه هنشوف خوف مختلف، هنشوف خوف جديد. عمركم شفتوا حد بيخاف يطلع الموبايل ويصور حد؟ انا ما صدقتش، انا ما شفتهاش. يلا بينا نشوف رولا سعد لما شافت سعد وعلاء عملت ايه. يلا الضحيه بتاعت النهارده يا جماعه بتقول انها ما عملتش ولا عمليه تجميل، لكن متهيألي بعد اللي هتشوفه ده هتعمل عمره. هاي رولا، هاي هاي بيبي، يخرب بيت غزلتك ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا نيالا يا نيالا، دي هي شغاله لوحديها يا جماعه، دي عماله واقفه قدام. بص ما شاء الله. نشوف رزقها. طب نشوف رزقها ايه اللي هيحصل. يا عمي هيكل وحياة الله، وحياة يا ربي. رمز قلب القلب الأسد. يا عمي هيكل وحياة الله، وحياة يا ربي. يا جماعة يا ربي ما بيسكر. 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 يا ربي الله. لا لا ده مش ممكن، ده مجنون. لا عايز بحر. انا برج الاسد مثلك. عسليه يا عسليه. انا كل الضيوف يا جماعه كنت بقول لهم ارفصوا، هي الوحيده اللي ارفصت لوحديها. ازيك وحشني قوي يا جماعه. الاسد على فكره غريب قوي، معجب بيها جدا. الو يا خيي شو عم بيصير دخلك؟ في اسد بالثاني يا فندم. النهارده الجمعه اجازه. يا سلام، يعني ليلتنا حلوه. يا سلام، اسم حضرتك ايه؟ حقيقي في دورك. انا حضرتك في دور الكام؟ اثنين. ايوه. طب ده على ام طارق. طارق يا ام طارق، يا ام طارق. ارفع السماعه، ارفع السماعه يا غاليه، ارفع السماعه يا طيبه. ايوه اي يا فندم، ما تردنيش الجرس يا فندم. بدي رن يا خيي. يا فندم احنا النهارده، احنا النهارده الجمعه يا فندم اجازه. يا خيي انا عندي تصوير هون، شو اجازه يعني؟ يا فندم يا فندم يا فندم حقيقي دخلتي انهي اليمين ولا الشمال؟ انهي اسانسير؟ اليمين. ما بعرف اي يمين اي اسانسير. يا فندم حقيقي الشمال عطلان، انت اللي بيستخدم اليمين، حقيقي دخلتي في اليمين اكيد لان اللي شغال اليمين. يا سلام، بص هو مدري شو بقول لاسانسير، مدري شو بقول، بعدين بيطلع لي اسد ويطلع ليك، مثلا الاسد واقف يا فندم. قول يا ام طارق. يا فندم ام طارق هي اللي هتجي لك في الدور الثاني. حكيت يا ام طارق ولا بابا طارق؟ قلت يا ام طارق؟ اه طبعا. طب قول يا ابو طارق كده. ابو طارق. أوه. انا مش مصدق، انا مش مصدق يا خالي. بلشت يغط على قلبي.
لا حول الله يا حبيبي. انا عندي بالقلب بسلامه قلبي. وامور يا فندم. انا عندي بالقلب حطيت على قلبي تطلعني من الاسانسير دلوقتي يا فندم. انا عايز اسال سؤال، مين حضرتك يا فندم؟ انا واحده رقاصه بشتغل هنا. حضرتك رقاصه؟ اه. وايه اللي جابك مبدا اداري؟ ما اعرفش. طه طب حضرتك عايزه ايه؟ اسد ايه يا فندم؟ هو ده وقت هزار يا فندم؟ عايزين ناكل اللقمه يا جدعان. سلام. انت تاكل وانا اقعد في الاسانسير. يا سلام شهم والله، والله العظيم شهم. طب قولي وحياه باباك ان انت في الاسانسير. والله العظيم انا بالاسانسير والله العظيم. طب قولي وحياة ربنا ان في اسد. طب وحياة ربنا شفت اسد. طب يا فندم لحظه واحده، لحظه واحده عندك يا مطارق. خليك معايا يا فندم. ماشي. بيستلمني. ايه حضرتك قلت ان انت رقاصه؟ اه رقاصه. طب سخني يا فندم شويه بس قبل ما الساعه تعدي، يعني سلي نفسك كده يا فندم لحظه. سخنت. سخنت يا حبيبي، سخنت. مش قادر، انا مش مصدقك يا جحدة، يا جحدة. ايوه ايوه يا فندم. ايوه في اسد فعلا، في اسد، في اسد يا فندم. واحنا بنفتح الباب في اسد يا فندم لو سمحت، لان احنا بنتصور يا فندم ففي اسد اتساب. معلش اهدي بس حضرتك، اهدي حضرتك، اهدي حضرتك. الباب مقفول. مش الباب مقفول يا فندم؟ الباب مقفول. الباب مقفول ولا مفتوح؟ لا مفتوح. طيب يا فندم المدربه في الطريق. اهدي يا فندم، اهدي اهدي. يا الله على الليل هلا. هذول عم يستلموني والله العظيم. شو هالعزيمه؟ اكيد اكيد شو هالكليه؟ شو هالحسابي؟ هو انت عامل مجنون؟ انا بقول يا مجنون. اسد مش قلبه على فكره، ده اسد مش قلبه. انا عارفه انه اسد، عارفه. رمز قلب الاسد. بجد تاني يا جماعه، تاني بجد. ما بدي ما بدي. لا انت ايه؟ شو انت جوه قلب الكوره كفر؟ لا لا انا مش فاهمك بجد، يعني احنا والله في ايه مش فاهم هنا؟ في هنا احنا كده لما بتفتحي فجاه بتلاقي قلب كده حاجه بتعمل كده. انا قلبي طيب كتير. طب انت عندك ادرينالين؟ في ادرينالين عندنا بيفرز كده عندنا. طبعا طبعا في ادرينالين بيفرز. بيفرز أكيد عندك ولا اكيد نوع؟ بيفرز اكيد والله اكيد والله العظيم طبعا وبقوه وخاصه لما شفتكم اكيد. طب ممكن اشوف هو بيفرز كده ولا انت ازاي بجد ولا اي حد فينا بجد لما بيخاف انت خوفك غير خالص يعني؟ هلا اكيد لما شفته خفت يعني اكيد. بس خفت ازاي؟ اول وحيد حد يخاف يطلع خفت بس مش يصور اسد. انا مش فاهمك بجد اقول والله. بس انا اكتر حاجه فرحانه انت لما بتتحجي بشوفها السن. ممكن نشوف انت عملت ايه قدام المدام. يلا في رجك الرج ده حسيت بيه رولا خفت. انت بتلبسي رحتي مقرفصه من غير ما اقول لك؟ احنا متعودين ان احنا نقول للضيف قرفص. انت رحتي مقرفصه قبل كده؟ ايه يعني اوكي. بتتعاملي مع الاسد على انه ارنب. بتصور اهي. طب ينفع كده يا جماعه؟ ينفع كده؟ يعني انت ما بتتخديش خالص يا رولا؟ اكيد بتخض يعني. لو بصي وانت بصاله لي كده، لو الاسد دلوقتي حالا وراكي مش هتتخضي؟ طبعا خالص. اه اتخضي.
تفزعني يا خيي، عايزه اطلع منك اي فيلينجز. انا نفسي كلني احساس، بس هيك احساس الحلو. أيوه. الرايق. أيوه. الحنون. انت عارفه ان انا في لحظه من اللحظات انا بعلق على اللي بيحصل من كتر ما هي مش خايفه من الاسد. قلت لهم يا جماعه فكوا الاسد، فكوا الاسد يا جماعه، عايزين نخوف الست دي. لا بجد ما شاء الله عليك. بس عايز اقول لك على حاجه، انا اكتشفت حاجه. عارفه السبب ان الاسد حمل كده ليه؟ ليه؟ ان هو اتفاجئ بواحده زي القمر يا حبيب قلبي، فحصل له فريز. فريز. طب انت لو انت ما حد شفتك تعمل. اه بصي. لا يا جماعه مش ممكن، ما شاء الله المراه الحديديه. والله العظيم يا بايونيك وومن. ممكن يا رولا لو سمحت تسمعينا حاجه عشان نقفل بيها الحلقه بعزك. اوكي يلا يا جماعه، سقفه جامده رولا يا جماعه. جمهورك. عم توقف هيك غني؟ اه طبعا وقفي طبعا. هيك ما في موسيقى؟ يلا اعملي موسيقى. لا ما فيش. انا هقعد معاك. يلا انا معاك المزيكا. لا بس واجه جمهورك. سقفه جامده يا جماعه. ايه بلا حبيبي وعذابي اللي حبيبي وحبيبي العيني انا شانو اموت انا. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه اقوى واغلى. وكل سنه طيبين. I'm not a